نخلي حكم دولي كمان يخش معانا في الحوار ونعرف منه. طبعا معانا دلوقتي على التليفون الكابتن ناصر عباس الحكم الدولي. مساء الخير يا كابتن. مساء الخير عليك يا كابتن هاني، وتحياتي لحضرتك وتحياتي لمحمود ولكل الساده المشاهدين الاحترام. سؤال صغير وبسيط، الغلط فين؟ كابتن هاني الموضوع كبير جدا جدا، يعني الموضوع مش خاص بس بالاون فيلد الحكام ولا الاون فار، لا المشكله كمان بتشمل عناصر ثانيه. كابتن هاني انا بكلم حضرتك وانا راجل محاضر ومراقب، التقنيه عندها مشاكل، اولا في التقنيه عندنا مشاكل كمان في عدد الكاميرات اللي موجوده في الملعب. وانا هدي لحضرتك مثال بسيط يا كابتن هاني، ان المفترض ان اقل عدد الكاميرات في اي مباراه هو 12 كاميرا. ليه 12 كاميرا كابتن هاني؟ لان انا النهارده كحكم الفار طبقا للبروتوكول المفترض انا لما بجيب الحكم عشان اخليه يشوف من زاويه واضحه جدا الحاله التحكيميه اللي هو قد يكون هو اخطا فيها او خد قرار فيها. اذا انا عندي مشكله نمره واحد في عدد الكاميرات اللي موجوده داخل ميدان اللعب. نمره اثنين عندي مشكله في النقل التلفزيوني. نمره ثلاثه كمان في جوده الكاميرات اللي موجوده كابتن هاني. انا على فكره يا كابتن انا بكتب وراك، لان كل نقطه حضرتك بتتكلم فيها لازم هنناقشها، لانها جزء مؤثر جدا على عمليه التقنيه، وبالتالي التقنيه بتتاثر على حكم الفار وحكم الفار بيأثر على حكم الساحه. لكن كابتن يعني لسه الكابتن محمود بيتكلم، هنتكلم مع حضرتك، لكن استاذ محمود بيتكلم على نقطه مهمه جدا، ان الحكم كمان بقى سيد قراره، ولا ان دلوقتي خلاص الحكم بقى عارف ان في وسائل مساعده بالنسبه له، فبالنسبه له الموضوع بقى سهل، لو غلطت هيقول لي على الفار، طب لو ما غلطتش الموضوع مشي، يعني برضو ما زال الحكم هو سيد قراره. طبعا بحترم كلام استاذ محمود، هو بيتكلم في نقطه مهمه جدا، ودايما كابتن استاذ محمود بنتكلم للحكام. هي المشكله يا كابتن هاني ان الحكم بينزل بيعول على الحكم الفار، ودي المشكله الكبيره اللي عندنا، ما بيهتمش نمره واحد. واحنا بنقول للحكم دايما انسى ان الفار موجود وابتدي اشتغل على نفسك واعتمد على نفسك، لان طول ما انت معتمد على الفار اكيد هتفوتك حاجات كتيره جدا. فنمره واحد عندنا مشكله ان الحكم بيعتمد على الفار. مظبوط. الحاجه الثانيه في حاجه مهمه جدا جدا يا كابتن هاني. اتفضل. ان ثقافه الحكم اللي في الفار وحكم الميدان اعتقد بتبقى فيه فروق فرديه كبيره جدا جدا. على اساس ايه؟ احنا بنتكلم في تفسير القانون والحالات التحكيميه قد تختلف من كابتن هاني لناصر عباس. انا لو انا قاعد على الفار من وجهه نظري، لو انا مش فاهم القانون جدا وعندي الخبرات الكبيره، ممكن استدعي الحكم في حالات مخالفه للبروتوكول والعكس. فاحنا بنقول ايه؟ بنقول دايما لابد ان يكون حكم الميدان نفس مستوى حكم الفار، هناك في تفاهم بين الاثنين، وده البروتوكول بيقول الكلام ده. لابد كمان يكون حكم الفار عنده الخبره الكبيره اللي يقدر يحلل ويفسر الالعاب اللي هي فيها صعبه اللي هي داخل منطقه الجزاء. دي كلها حاجات محتاجه التدريب المستمر يا كابتن هاني من خلال عرض حالات الاوفسايد تيست والفيديو تيست. طب هو سؤال تاني، يعني هرجع شويه مع حضرتك شويه من يعني للجنه الخماسيه اللي كانت ماسكه. سؤال صريح، هل احنا ما كناش مستعدين بالشكل اللائق لدخول تقنيه الفار للدوري المصري، وان تقنيه الفار دخلت بمعوقات وبقصور واضح ادى للحاله اللي احنا موجودين فيها؟ يعني كان من الافضل ان احنا نستعد بشكل جيد بشكل كامل لتقنيه الفار حتى لو اتاخرنا شويه وتبدا تخش بقوه. راي حضرتك ايه في ده؟ السؤال ده رائع جدا يا كابتن هاني وبحييك عليه. طبعا هذا السؤال هو يعني انت مسكت نقطه مهمه جدا جدا يا كابتن هاني. تدريب الحكام على تقنيه الفار لا يقل عن 8 اشهر تقريبا. 8 شهور بتدرب الحكام بتجهزهم، لان دي حاجه مستحدثه عليهم هم ما كانوش قادرين يشتغلوا عليها. المشكله حصلت ايه؟ هو طبعا بنشكر اللجنه الخماسيه دخلت الفار، مفيش مشكله. احنا زي ما حضرتك قلت احنا استعجلنا 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 في ان احنا نطبق التقنيه. وحد مثال لحضرتك، احنا بنتكلم في كاس العالم 2018 روسيا، الاتحاد الدولي والإفاب قعدوا فتره كبيره جدا جدا يجربوا التقنيه في البطولات الصغيره اللي هي كاس عالم 2017 وكاس عالم الناشئين، ولما تاكدوا ان الحكام وصلوا لمرحله ان هم يقدروا يقوموا بالتجربه طبقوا الكلام ده في 2018. اذا انا بقول وبأيد كلام حضرتك، احنا استعجلنا، والكلام ده مش اول مره اقوله، قلت كتير 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 ان تجربه الحكام في التقنيه كانت شهرين، واعتقد ده كان قليل جدا جدا كابتن هاني.
وكان يجب على الاقل مش اقل من 6 أو 8 شهور الحكام تتدرب على تقنيه الفار. طيب عشان نتلاشى الاخطاء دي حضرتك اتكلمت في كذا نقطه مهمين جدا، اتكلمت على اولا موضوع التقنيه نفسها، اتكلمت على عدد الكاميرات اللي بتساعد حكم الفار انه يوري صوره واضحه لحكم الساحه وبالتالي ياخد قرار مناسب، اتكلمت على جزئيه ثالثه عمليه التصوير، عمليه التصوير والاخراج التلفزيوني. لكن انا دايما برجع لحكم الساحه، الحكم هو القاضي لكل دوت. احنا شفنا في الفترات الاخيره للاسف يعني اخطاء كتيره جدا، وبنتكلم على شخصيه الحكم نفسه داخل الملعب. انا متهيالي يا كابتن عباس انه الموضوع بقى كمان شخصيه حكم، شخصيه حكم على مستوى دولي، شخصيه حكم ازاي يدير لقاء، وخاصه لما يكون في هذا اللقاء في اهلي زمالك في انديه على مستوى عالي جدا. رايك ايه برضو في تاثر شخصيه الحكم بتقنيه الفار؟ شخصية الحكم دي الحاجة الوحيدة يا كابتن هاني اللي أنا ما أقدرش أديها للحكم كمحاضر. أديك الفهم القانون وأديك تطبيق القانون وأديك المعايير وأديك التمركز والقراءة وأديك التوقع، كل الكلام ده أقدر أقول لك إلا حالة شخصية الحكم وإزاي الحكم عنده قدرة يتحكم في الضغوط. دي بتختلف من الحكم للحكم. أنا بكلمك بهم. الحاجة الثانية الموهبة، يعني إحنا عندنا مشكلتين طبعًا. شخصية الحكم والموهبة التحكيمية. ده أنا بعض الحكام مع احترامي لبعض الحكام هتلاقي إن الضغوط لما يكون في ضغوط الحكم لا يتحمل الضغوط. هنلاقي لما في بعض ده الملاعب فاضيه يا كابتن، يا كابتن ناصر ده الملاعب فاضيه. لو كابتن محمود قال لو في 60 70 الف زي زمان يعني اكيد ده كمان اعتقد عدم وجود الجماهير ده شيء ايجابي بالنسبه للحكم، مش شايل عنه ضغوط كتيره جدا. بالظبط كابتن هاني، وده اللي بنقوله للحكام دايما، يا جماعه احنا النهارده بنشتغل الملعب فاضي ويا دوبك هم الجهازين الفنيين وال 22 لعيب، يعني لازم انت النهارده بتلعب في ملعب فاضي بتلعب في هدوء مفيش ضغوط عليه. ولكن زي ما قلت لحضرتك كابتن هاني ان الحكام غالبيه الحكام اللي موجودين حاليا هم اشتغلوا اعتقد ما حدش فيهم حكم بجمهور باستثناء 3 أو 4 والباقي كله طبعا اشتغل في الماتشات اللي هي ما كانش فيها جمهور. هرجع تاني لحاجه مهمه كابتن هاني، بقول ايه؟ انا النهارده الحكم طبقا للقانون والماده 5 بتدي سلطه للحكم ان هو يتخذ القرارات اللي هي من وجهه نظره الصحيحه العادله لتحقق عداله على الفريقين. حتى لو انا رحت الفار ورحت الفار والفار اداني قرار انا شفته، انا القرار الاول والاخير بيرجع لحكم المباراه. يعني لو مباراه البنك الاهلي وهدف ايمن اشرف وكانت الرؤيه واضحه جدا للحكم وادى قرار واضح وصريح وفي نوع من انواع اللي هو التاكيد ان هذا القرار صح، كان من حق الحكم او وارد ان يكون من حق الحكم يقول للفار لا انا قراري هو اللي صح ويحسب الهدف؟ مش وارد يا كابتن هاني، ده صلب القانون، ده صلب القانون. انت حضرتك بتقول لي يا كابتن هاني انا على الفار يا كابتن هاني وحضرتك حكم المباراه، انا من وجهه نظري على الفار بقول لك هناك احتماليه مخالفه قبل تسجيل الهدف. طيب ممكن تيجي تشوف، انا بروح اشوف، حضرتك كابتن هاني بتروح تشوف، بترجع انت تاخد القرار على قناعاتك وعلى فهمك للقانون وعلى تطبيقك للقانون وعلى شخصيتك التحكيميه. لو حكم مباراه الاهلي والبنك الاهلي راح للفار وما اقتنعش بالحاله اللي قدامه هيرجع يحتسب الهدف، وده من حقه كحكم. ليه؟ لان دي حاله من الحالات التقديريه قد نختلف وقد نتفق. اذا بنقول للحكام مش معنى انك انت لما تروح للفار لابد انك انت تنفذ الفار، لا انت خلي قرارك من نفسك. ما هو ده يا كابتن ناصر اللي بتكلم عليه، ما هو دوت في اللحظه ديت اللي بيقول او الفار بيقول للحكم لا تعالى شوف، في شخصيه الحكم دي بتتاثر يقول لك يعني وارد جدا يقول لك ممكن هم يكونوا شايفين احسن او ممكن، يعني شخصيه الحكم لازم تكون على استعداد قوي جدا انه اللي شايفه واللي مقتنع بيه يقوله، لان في الفتره اللي بيروح فيها ويبص فيها بيفكر الحكم بيفكر. هقول لك على حاجه يا كابتن هاني، انت تعرف ان في حكام لما الفار بيستدعيها الحكام بتبقى زعلانه، بتبقى متضايقه فعلا. على الرغم احنا بنقول لحكامنا يعني انت لما الفار يجيبك هو بيصلح قرار معين عشان نوصل للعداله التحكيميه، ما تبقاش انت مستاء لما بتروح للفار وترجع كان الفار هو اللي هياخد القرار. بالعكس، صحيح، حضرتك اللي هتاخد القرار وهتاخد القرار عن قناعات، وبالتالي بنديك الفرصه كحكم تبرز شخصيتك التحكيميه دون الضغوط من الفار ودون الضغوط من اي شيء. ودي محتاجه شخصيه، ودي محتاجه شخصيه. بالظبط يا كابتن هاني، بالظبط. وعاوز اقول يعني النادي الاهلي برضك تعرض للاخطاء التحكيميه، يمكن من الانديه الكبيره
والاكثر اعتقادي من اكثر الانديه اللي اتعرضت، اكثر الانديه اللي اتعرضت ولا حاجه لقرارات الاهلي. بس انا بقول انا وانا موجود في قناه الاهلي هناك كان هناك اخطاء تحكيميه على النادي الاهلي في اكثر من مباراه. صحيح صحيح. فبنقول الحلول يا كابتن هاني تاني بنقول برضك احنا لجنه الحكام والحكام ولابد ان يكون التقنيه تتعمل بشكل جيد تساعد الاون فيلد وتساعد الاون فار عشان الدوري يمشي بشكل متميز، وكمان الحكام كمان تشتغل في الحالات اللي هي تقدر تعرضها للحكام في الملعب او في غرفه المراجعه تعرضها بشكل صحيح. سؤال اخير كابتن ناصر، والسؤال موجه كمان ليك يا استاذ محمود، هنسمع اجابتك بعد كابتن ناصر. هل من الافضل للكره المصريه دلوقتي ان ممكن جدا عمليه البار تؤجل لحد ما الحكام والتقنيه والكاميرات والتصوير التلفزيوني يكون على مستوى عالي جدا ونخش بيه تاني للدور المصري بدون اي مشاكل، ولا نصلح من اخطائنا ستيب باي ستيب لغايه ما نوصل للجزء الامثل، او يعني الجزء اللي نقدر نقول ان احنا وصلنا بيه على مستوى عالي جدا من تقنيه الفار؟ على حد علمك كابتن هاني ان اللجنه الثلاثيه الان بتبحث التعاقد مع شركه جديده عندها تقنيه متكامله، هتبقى تقنيه بالالات والمعدات الجديده، ودي هتبقى فايده جدا لحكامنا. يعني عاوز اقول ان برضك التقنيه اللي هي شغالين بيها مش بالجوده الكامله. صحيح. فاذا احنا بنتكلم في اكتر من شركه، اللجنه الثلاثيه بتتعاقد مع شركه جديده، هناك لجنه هيتم تعيينها تبقى مسؤوله مسؤوليه كامله للفار، ومن خلال اللجنه دي كابتن هيحصل تدريب مستمر، هيحصل كورسات جديده ومنح رخص جديده للحكام. النهارده عندنا مشكله، عندنا 20 حكم بس في الفار يا كابتن هاني، ما ينفعش 20 حكم فقط، 20 حكم للفار و20 حكم للاون فيلد. انا النهارده كلجنه حكام مش عارف ادور حكامي، ده عنده مشكله في المباراه وده عنده مشكله في الفار، طب انت هتختار ازاي؟ زي المدرب بالظبط يا كابتن هاني اللي عنده مثلا 15 لعيب وانا عاوز لعيب مصاب وعندي لعيب مصاب قليل محتاج عدد كبير. اذا النهارده بقول لا خلينا ماشيين يا كابتن هاني، دي احنا خدنا شق طويل فيها، هنطور من اداء حكامنا، هنشتغل على حكامنا، هنطور التقنيه بشكل كبير، وهيبقى في اعتقد هيبقى في تحكيم كويس يا كابتن هاني ان شاء الله. كابتن ناصر عباس اللي يعني بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا في قناه النادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله نتواصل دايما لتعديل مسار التحكيم المصري للأفضل بإذن الله. شكرا جزيلا.